دورة تعلم الآلة ماشين ليرنينج ودرب المهارات معاذ الشحمة. هاي الدورة بتيجي امتداد لسلسلة لغة البايثون، برمجة بلغة بايثون. طبعا طرحت دورة كاملة بلغة البرمجة بلغة بايثون بقوائم التشغيل، ممكن ترجع لها. شو هي الماشين ليرنينج، تعلم الآلة؟ هذا الشيء بيخليك انه الكمبيوتر يتعلم من دراسة البيانات والإحصاءات. الماشين ليرنينج هي خطوة باتجاه الارتيفيكال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي AI. كمان عندي الماشين ليرنينج هو برنامج لتحليل البيانات، وأيضا بيتعلم لي إنه يتنبأ بالمخرجات. من وين بنبدأ؟ سؤال ممتاز. بهذا الدرس وهذه الفيديوهات راح نرجع لورا للرياضيات ودراسة الإحصاءات. أيضا راح نحسب أرقام مهمة معتمدة على مجموعات البيانات. عندي كمان أيضا راح نتعلم شلون نستخدم الموديولز بالبايثون المختلفة والمتنوعة مشان نجاوب على شو اللي بنحتاجه. كمان راح نتعلم شلون بنعمل فانكشن او التوابع او الدالات يلي بتخلينا مقادرين انه نتنبأ بالمخرجات اعتمادا على شو، على اللي تعلمناه. داتا سيت، مجموعة البيانات بذاكرة الكمبيوتر او بعقل الكمبيوتر. داتا سيت او مجموعة البيانات هي اي مجموعة من البيانات، ممكن تكون أي شيء من الموصوفة إلى قواعد البيانات الكاملة المكتملة. مثال على الموصوفة، هاي مثلا الموصوفة 99 86 87، أرقام يعني. أيضا مثال ثاني على قواعد البيانات، كار نيم اسم السيارة، الكلر اللون، الايج عمرها يعني صار لها 5 سنين، السبيد السرعة 99، الأوتوباس واي يعني يس نو، اوتوباس يس نو، الفي فوكس فاجن، الفولفو الى اخره. اذا هاي قواعد بيانات. بالنظر على المصفوفة نقدر نحذر انه قيمة المتوسط المحتملة حوالي 80 او 90. ايضا بنقدر انه نشوف او قادرين انه نحدد اعلى قيمة واقل قيمة، لكن غير هيك شو بنقدر نعمل؟ وأيضا بالنظر على قواعد البيانات بنقدر نشوف إنه أكثر لون مشهور هو الأبيض، وأيضا أقدم سيارة هي 17 سنة صار لها. لكن إذا بدنا نتنبأ على السيارة يلي الأوتوباس فيها أوتوباس، بس بننظر على القيم الثانية. هذا الشيء الماشين ليرنينج مصمم له، analyzing data، تحليل البيانات وأيضا التنبؤ بالمخرجات. إذن هذا هو الماشين ليرنينج. بالماشين ليرنينج شيء مشهور للعمل فيه مع قواعد البيانات الضخمة أو مجموعات البيانات الضخمة، ضخمة جدا. بهذا الفيديوهات راح نتكلم او راح نحاول انه نصنع او نخليها سهلة قدر الامكان للفهم والمفاهيم المختلفة لتعلم الآلة الماشين ليرنينج. وايضا راح نشتغل ب مجموعات بيانات سهلة للفهم، صغيرة سهلة للفهم. انواع البيانات مشان نحلل البيانات، هذا الشيء مهم انك تعرف شو البيانات او شو نوع البيانات اللي راح تتعامل معها. نقدر انه نفصل انواع البيانات خلال 3 مجموعات رئيسيه اللي هي النوميريكال ارقام، كاتيجوريكال، واوردينال. نشرحهم واحده واحده. النوميريكال الرقميه اللي هي ارقام، ممكن انها تكون تنفصل لمجموعتين رئيسيتين من الارقام اللي هن الديسكريت داتا
والكونتينيوس داتا يعني البيانات المنفصلة والبيانات المستمرة. الأرقام محدودة بالانتجرز، مثال على الأرقام السيارة باسينج باي يعني أرقام السيارات اللي بتمر، ديسكريت داتا. كمان عندي الكونتينيوس داتا الأرقام المستمرة، أرقام اللي بتكون infinite value يعني قيمة غير منتهية، مثال السعر للعنصر أو حتى الحجم للعنصر. عندي الكاتيجوريكال داتا البيانات المصنفة، هي قيم ما بنقدر إنه نقيسها على عكس الأخرى، مثال اللون أو الـ yes no value قيم نعم لا. كمان عندي الأوردينال، الأوردينال هي مثل الكاتيجوريكال، مثل بيانات الكاتيجوريكال المصنفة، لكن تقدر تقاس مقارنة بالأخرى، مثال school grades يعني علامات المدرسة، حيث أنه الـ A هي أفضل من الـ B وهكذا. بمعرفة نوع البيانات لمصدر البيانات، مصدرك للبيانات، تقدر أنك تكون قادر على أنك تعرف التقنية اللي بدك تستخدمها لما تحللها، لما تحلل البيانات. راح نشرح أكثر حوالين الإحصائيات وتحليل البيانات بالفيديوهات الجاية. لذلك هيك كانت مقدمة عن ماشين ليرنينج أو تعلم الآلة.